قدمت مساعدات عاجلة إلى الشعب اللبناني بعد الانفجار والحادث مباشرة، وكانت من أول الدول التي وصلت مساعدات إلى الشعب اللبناني. طبعا هذه المساعدات عبارة عن مواد طبية ومواد غذائية وحليب أطفال والمشتقات الغذائية اللي تقريبا وصلت إلى المستفيد النهائي. تعاملنا مع الصليب الأحمر اللبناني ومع منظمة الصحة العالمية، ونتعامل أيضا مع الجيش اللبناني الذي يحظى بثقة المجتمع الدولي واللبنانيين. تنسيق المساعدات يكون مباشر مع هذه الجهات ولا يدخل أي طرف ثالث فيها. الجسر الجوي مستمر ومساعداتنا مستمرة ولن تتوقف، خاصة فيما يخص المواد الغذائية والطبية. هناك طائرة ستصل بكرة أو بعد بكرة إلى مطار بيروت الدولي، قادمة من أبوظبي ومن الهلال الأحمر الإماراتي. سبق وأن أكدنا بأن الجسر الجوي الإماراتي الإنساني من أبوظبي إلى بيروت مستمر. القيادة الإماراتية والشعب الإماراتي والمقيمين اللبنانيين في الإمارات على سرعة الاستجابة لإسعاف الشعب اللبناني من هذا الحدث، ونعزي طبعا عوائل الضحايا والشهداء الذين استشهدوا في هذا الحادث، ونتمنى الشفاء للمصابين والجرحى.